دي كانت أخبارنا الأولى بالنسبة لمباراة الأهلي مع سان داونز. نروح بقى لخبر تاني، خبر يعني كان مفرح، يعني أسعد كل جماهير النادي الأهلي. الخبر كان منذ يومين، هو خبر يعني انطلاق أو تأسيس شركات النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما أو مجلس إدارته الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لما بياخد قرارات دايما بياخد قرارات لفترة مستقبلية كبيرة، 2050 الحقبة الاقتصادية الكبيرة اللي احنا كنا بنتكلم عنها. دلوقتي الكرة في العالم كلها بتتطور، كلها بتتقدم، وأصبحت كرة القدم استثمار. بعد ما كانت في الماضي كرة القدم لعبة بيلعبها الأطفال في الشارع، دلوقتي بقت لغة الأرقام ولغة المال. النادي الأهلي بيجاري العالمية دلوقتي. النادي الأهلي بيؤسس ثلاث شركات، ولكن الأهم من تأسيس شركات هذه الشركات في النادي الأهلي كمان الأسماء اللي هتتولى كمان الشركات. لما نشوف النهاردة في شركة كرة القدم برئاسة الأستاذ ياسين منصور، أستاذ ياسين منصور وهو قامة أهلوية كبيرة محب دائما للنادي الأهلي، الأستاذ ياسين منصور اللي دايما بيدعم ويساند النادي الأهلي وحتى وهو بره النادي الأهلي. أستاذ ياسين منصور اللي كان عضو مجلس إدارة سابق بالتعيين في مجلس إدارة النادي الأهلي. بالمناسبة كمان أستاذ ياسين منصور دعم النادي الأهلي بصفقات وساهم بحاجات كتيرة داخل النادي الأهلي، وما كانش بيحب إنه يتقال اسمه خالص برغم التدعيم اللي كان بيدعمه. فالنهاردة هو موجود في رئيسا لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي. الاسم الثاني النائب اللي هيكون موجود في الشركة المهندس مصطفى مراد فهمي، وهو قامة أهلوية كبيرة. المهندس مصطفى مراد فهمي وهو كمان من عيلة أهلوية كبيرة جدا، كمان اشتغل في الاتحاد الدولي، اشتغل في الاتحاد الأفريقي، ملم بالقوانين واللوائح، فده هيفيد كمان يعني بنسبة كبيرة جدا في شركة كرة القدم النادي الأهلي. كمان النادي الأهلي لما بيحط أسماء دايما بيبص للمستقبل. لما نشوف النهاردة الرئيس الأستاذ ياسين منصور والنائب المهندس مصطفى مراد فهمي وهما قامات كبيرة، بيضخ معاهم الشباب، الكابتن حسام غالي، حسام غالي وهو عضوا في هذه الشركة. حسام غالي من العناصر الشابة والكوادر القادمة. حسام غالي اللي عنده خبرات كبيرة اكتسبها خلال الفترات أو الفترة السابقة، النهاردة لما يكون موجود في الشركة هيكتسب خبرات، وأكيد الثلاث أسماء إضافة كبيرة للنادي الأهلي. لكن عايز أقف عند حاجة معينة أو حاجة مهمة جدا. مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي لما بيفكر دايما في مصلحة النادي الأهلي. بمعنى النهاردة لما نشوف المهندس مصطفى مراد فهمي وهو كان نازل في الانتخابات السابقة في قائمة المهندس محمود طاهر، فالنهاردة النادي الأهلي أو مجلس إدارة الحالي ما بيشتغلش على تصفية حسابات أو بيشتغل مين معايا ومين ضدي، بشتغل للنادي الأهلي فقط. إن النادي الأهلي زي ما بنقول النادي الأهلي بالجميع وللجميع وسيظل دائما فوق الجميع. لما نشوف الأسماء الموجودة دي وعلى رأسهم الأستاذ ياسين منصور والمهندس مصطفى مراد فهمي والكابتن حسام غالي. نروح أيضا لشركة تانية من الشركات المهمة داخل النادي الأهلي، وهي شركة الخدمات الرياضية، هتكون بقيادة الوزير المحترم يحيى راشد وزير السياحة السابق، وأيضا شركة المنشآت الرياضية بقيادة الأستاذ أيمن إسماعيل وهو أحد علامات يعني قطاع الاستثمار العقاري. وأيضا من الأخبار اللي كانت مهمة في مجلس إدارة السابق في النادي الأهلي هو تعيين الدكتور سعد شلبي. هو شخصية محترمة، منظم، محترف، عليه مسؤولية كبيرة، ولكن جاي كمان بعد العميد مرجان اللي ترك بصمة كبيرة جدا في هذا المنصب، وهو منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي. والعميد مرجان دلوقتي أصبح طبعا يعني نائب رئيس شركة السادات الوطنية. نتمنى للجميع التوفيق، ودايما النادي الأهلي في تقدم.